والله من بعد بسم الله الرحمن الرحيم احنا ما درنا الا الواجب لان يجمعنا دين واحد ولغه واحده. فيما يخص الاستقبال كان في المستوى كي فريق الاهلي فريق اللي كبير على باش ما يعاملش الفريق الزايره بمستوى مستوى ضعيف ولا من هذا الباب. هذا ما نقول نشكركم على 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 الاستقبال ونتمنوا توفيق الفريقين. مباراة صعبة أكيد بالنسبة للشبيبة وبالنسبة للنادي الأهلي، الجمهور كان رائع هناك في الشبيبة وأيضا كمان يكون جمهور أكثر من رائع هنا في النادي الأهلي، كيف ترى حضور الجماهير الأول بالنسبة للنادي الأهلي وكيف تتعاملوا مع هذا الأمر؟ والله بالنسبة للحضور الجماهيري أنا كنت باغي الملعب يكون ممتلئ على الآخر، لأن كرة القدم لعبة تاع أنصار، الميدان بلا أنصار ما فيش روح. ان شاء الله نتمنوا يكونوا لي سيبورتور في المستوى الحدث هذا، لان المقابله غدا تجمع بين فريقين عربيين اللي يلعبوا كره القدم. فريق شبيبة الثورة كما شفتوا في المقابله الذهاب ولا غادي تشوفوا ان شاء الله غدوه، ماشي من الفرق اللي تدافع تلعب كره ولا ما يرقاني. عارف ان في تحفيز سواء من حمليلي مأمون كرئيس النادي وايضا كمان محمد زراتي، اللعيبه بتتكلموا معاهم في ايه؟ لان لعيبه شباب محتاجه ان هي يبقى في تحفيز بشكل مستمر لي. والله ما في تحفيزات كبيره. تحفيز هي المنافسه اللي راهم يلعبوا فيها، هو التاريخ اللي كتبوه. هذا تحفيز مهم لانهم هما اللي كتبوا التاريخ بالارجل نتاعهم. تسمى دخلوا في تاريخ النادي. كي تدخل في تاريخ النادي ما يكفيش باش تدير تاريخ بالمال. التحفيز هو في الميدان، اللاعبين واعيين بالمسؤوليه اللي عندهم. تحفيزات غادي تكون كي يديروا مباراه جميله، هذاك هو التحفيز نتاعنا.